¿Qué va a hacer hoy? ¿Sabe de esta guachina merda? Ya, ya, aquí. Ok. Ah, sí, lo sobró aquí. Ya, fui, va a tocar la salamna. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. خلاص طلع منك.
شنو كلامك؟ يا سلام يا سلام، الله يجر أبوي، الله يجر أجر أبوي. محمدية حطي العلمي بشرب محمدية والقمبارو الله ما الصابرين أنا مشغول وشغل كلمات إنا صببنا الماء صبا ما تطني علمي بشرب يا راجل دور شنو علمي صاجب باب ولا انت ماشي ولا شنو دور شنو بدور لي علمي صاجب بشرب بدور لي علمي صاجب بشرب فضل والقمبارو اليوم قريب 10 سنة ذا اللي في الأياب بس الله أكبر والقمبارو بقى بابا صدقي لا لا بابا أفا أوبي يوم كتير أوبي أنا قريب كنا اشتغل ما نعرف هكذا بس بابا بدور بس السوق أبوي أنا عندي كلام بدور بقول أكثر عشان بدل ما تفتح المال وي القراد بابا اقلك ما فك والله اقل اللي فتح المال بس هو تعرف شنو كان نادم حط شغل بس شغل في قدامنا ما بقدر بقري ما بقدر بقري كامل خلاص ابي القراد صعب ولا انت ما عندك ضيف وانا كله ما عندي وانا كو القراد بدور بخليه بس بدور بفتش فتح المال بس بشو اخر لي كم تشوف قاسي لك ده بابا بدور بعون انت في البس مشان برفق دبر فاخوانسي وي بابا وي وي انا كان متخبل بابا انا جسني انا فتش المال لك ما خولي ولا قصدي بابا خلاص كان بكون ده كان ما بقى قاصد لك ده البقر ده كان وايد اوت نيم كل بيل لي وي بدور بدخل نجيب صاحبها ندخل من كونو لي ابوجا وخدونا كده بدور بدخل فتش المال بكان اقل دور مرات وبشيبه ما يلعب كون بقى الخير كله زين ابو شكرا ابو شكرا بابا شكرا شكرا بابا كيف حالك؟ 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 أقول كل واحد ستات في جوا فوق الرسالة دي ميزين دقيقة. أنت خلني بس خلني كنجيك أبو بريك. أسمع برأيك خلني كنجيك أبو بريك. سبات دقيقة. خلني سبات. هاي. هاي. والله كم تبغى تدري كده بس مكرام انا اخو مصطفى ده البخر ما تعالى خضره ويابسه والله هم الدنيا
فكرت لانه مصارس كلام قال لي كلام قال لي بس وايد طول سميتة ما في مصطفى قال لي انا ما سميت ما بدك يورني انا بقى ندامه قربتها فين خرجها بنفسي اي الفيديو وقال من دبي هنا بس بجيل البرج هنا اللي جاي بس في الاستخدام بينك والله الله ياسر امريكا لا قبيله الخرمه في من اليسار يا قدام شو قصة أوريت تسو؟ ها؟ شيلوا هل هل دخول دخل في البادة؟ ما اسمي كلام أنا أبوه؟ والله ما اسمي كلامنا هنا مجانك؟ ما اسمي كلامنا إمامك؟ والله ما شبيه وين؟ ها؟ شوف هل دخول دخل في البادة؟ مالك خسرتي درجتك بددت ها؟ شو الدواب بسلك يا أخوي؟ والله ها؟ دمي هي يا أخوي؟ اسمه كلام الناس اللي كوي منكم بتكلموا لي عدين زارك لما أمر لك شو شباب؟ قال شو ما شبيه وينك؟ ما لسامي بس والله كم تبغى بس كلامك ده؟ والله ده كان رفيع انت سامني بس دمي هل سي يا اخوي والله اي قلت لي ابغى لي انت قلت لي كلمه سمي تمام سامني بس دمي هل اخوي اقل الشغل في شو هذا دم راسك اخوي اعتبر اعتبر الشارع اعتبر الناس الاكبر منك ها شو تعبت تقول ناس تعبت في بات في شو ها ابغى قريب قدامي تسوى اخوي سي سي ها ما في شيء السلام عليكم اختي وعليكم السلام كيف حالك بخير الحمد لله اختي انت كلها في الشارع ده وده في الشارع ده بس في بدوارك بقول لها خالتك في الشارع ده تعرفيها بس ما خالتك في الشارع ده ما في الشارع ده خالتك بنت سمها خالتها ما في قال لك ان جيت سال اي نادم بيعرفها في الشارع ده اخوي انا دي مستاجر اختي نسيك يا الله اسالني لا ماشي للشاري ثاني ده سواء انت عقبت لها رشقنا هلا بيشت السلام عليكم نحمد إنا لله وإنا إلي راجعون المرة دي بدأ شيف عليك الله شيف البيت ده المرة المصنبة دي شيف البيت ده بكان خربلتها بقول ده كم أبدا ما في كدت كلها سبحانه كاريدة شدتو مرجلتها أني آلة دي من زمان جد الكوني هامد الله يرحمه بالخير بكا كايتيوة الله يرحمه بالخير بنتي بين أعوذ بالله شيف كاريدة كاريدة خدا خالي طاهر ولد الكوني هامد سركين سماري هو بس أطاها لي أما شيفه بكانت اللفتة المرضي سبحان منا لقد كان أبا تهما في كله لقد كان أبا خرمت المرضي بالهن نصيبتها كثيرة مرضي ما آذني في حياتي بقال لي أذى سبحانه كم مصر إذا كلها قم بدلتها كاسية دي كلها المرضي المصر جات بدلتها نهارت يلا الله دقونا أكل كمني إلي ني إلي دي لكلها من زمان جد لكوني هامك بكا كايتها والله يرحمه بالخير بنفي بهن الله يرحمه بالخير زمان كايتها والله يرحمه بالخير شت قادت بشيفة قادة في البيت ده المرضي السلام عليكم أشي بسم الله ما في خرمة دي أعوذ بالله المرة دي أما النصيبة إلا أنا كنت سيد رجلي خرم بس ده المرة دي تدس رجلي هاي كلها تخرم إلي شنو من نصيبة إلا رايقة من بيت لبيت رايقة لبيت الناس بس سبحانه منها المرة دي بالهين أعزني سبحانه أنا بشير كدن كتي كلها بروا لي الزر كلها أخير لي سبحانه منها خرم أنا كلها خليل لي قلبي قربان بسم الله
الحمد لله. انا ده لون السوق ده الا بقول انا لله وانا اليه راجعون. مرحبا بك. من خرمتي ده الهلال يتشرخ تشيب رجلي كلها شققت تورا مالي جيتا. انا ده جيتك ده او جان كلماني جيان ما جيتك الله الرسول يا لي دول ده تورا ما خليت لي ما اكلوا شيء من نصب ده. على ملك ده انا كل من فوجر قرن ده شيك تورا كما سبقت في مكان ده. كلام لك ده انا من فوجر نيره 10 جن نيره 10 اكل كل ما اكل اصبر بمروارك من تاج قال لي من ده انا ده جاي ده. انا اقول له من ده انا ده جاي قرن السوق كان شلت لي ده نادى لك خلي يجي الجانب البيت الشباب ده ترى تدور لا افهم منك عمش عمش القى انا جيتك انا ماني 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 بودي انا مروارك اللي شن قال لي انت ابوي مرده يا ما ده ما انا ده جاي ده بارك الله في سلي ما شاء الله يا مناس البيت الحمد لله يا ابو الخديمه يا ابو السوق ولا فرامز ولا نظيف ترى انا كل جيت من مكان ما معلم رخيص وي مشيت بامانتك كيف الباضيها لي او مالي جيتها وجيو وقلت لي يا مالي جيتك يا زين انا كل شيء الصبر عارف امر الامانه ده شغل جاس اخير اعطي لي يدي بي ايده سي اخير شيل الصبر يا تقول زلمه تقول زلمه ما شيء ما شاء الله الله يجزيك بركه ما شاء الله الله يسلمك يا ابو عمر ده نسيبه كيف يا الله ها الاكل في بولما ده كله اكله عندنا المال الشغل اللي بالهين اذاني بالهين ابي مر الامانه بقول لك ده شيل الصبر بس الدقد وابو الله يسلم لنا الشت فوق الهان الشغل القيم لي اقول كله الكوفه انا مال رخيص المره اللي ظننا ولي اخرت الكوفه اقلت مني الله يصل بركه تمر عمر وصلت لي اياه قلت انا لي وقلت اخذ شلون هو اللي قال نادم الكريم ده بيشيل بيعطيني بلده وراه شيل الصبر اقلت مني شيل الصوت شيل الصوت ورا المصنع ورا التخام يا الله شيل الصوت ابي زي جبال واخذ كل اللي يكتبوا ابو يبر كان جايدة جلب مرارة وبصل وطماطم سميني وا كم ما جبت دا شكو بكل لب دا تعرفيني سي Thank you.
عندنا نصيبي ارجع قلبك عندنا نصيبي سيب لي قلبك سيب لي اسيبك طيب عندنا مرض نصيبي السلام عليكم دول ألمي جبتها بسم الله الرحمن الرحيم يا الله إمار نعم تعالي محمد الأرض نعم بسم الله فتاش المال فتاش المال شيخو مامي ده امش اصيله سميت وا سميت واقع اصلت خلاص امش ركب ما تقيمني كيوم قميت ده نمشي نفتش نشيف ولا الاكل عادل ولا ما عادل قبل تمشي للسوق سميت وا سميت ها فتاش المال كل يوم شنو من نصيبي هدي شنو من مراء الله لما نجي أظني طيرك كيمي يا رب يا سيدي يا مد إلهك كله إلا بعيد ترى إلا موك في ظهري ده إنت كش انكسرت الله كربا ما في شيء الله كريم الله بشيف لي نادم كان داخل كله داخل جهنم برا كان يهم كل شنو من نصيبي عشا دي تدور تد السنين المرمي المصنبة إلا بدخل كله إلا بسمع قلبي بضر إلا بك 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 كيف ضرب صبانة منها بدخل كله إلا قلبي بضر بسمع تقولني كان داخل تهرني بنار جهنم إن متى سمع بي صبانة منها أكون أغمت المرمي المصنبة قال ماني داخل كله للبيت صبانة baru ko roba ipo kema bu sama fa wala baru wala baru kala bay ko da kala na kala ma yenda har rin ko wala ana jin rasul kara ya illa bay ko kema wala ya na gaid wala min dan جديدة ما عجبها كلامك ما يفوزوا الأرض بس قالوا أما بفكر في الوائد أنا الفكر قديمي أما جديدي عجبني خايل كيف السوق أخوي؟ الحمد لله بارك الله كيف أمورك؟ الأمور الحمد لله قال أبي؟ أنا أقول السوق ده شيء كنا سام شيء والله نتربين أنا قالوا نتابعني ولكم بارو؟ نعم أنا من قبل بنادي فوق ده بنادي فوق ده ودار شوالات الفام أنا رئيزة تاشيلون ودي الليا كان وديت الليا امش مكان موقفات الوتير بشوال خمسه انا فاهم شيء اللي يجيب لي سميش يا اخوي كلامك نظيف دقت بشيل من الشواليات الفوقانيات ولا التيتانيات انا دار الفوقانيات بشيل لسه لازم ماشينك انت تعال شكرا وين ماشينك لازم ماشينك يلا نادم كان ما بنجمع برا كله هار أو داخل كله نار من نصيبي هيدي مرة دي مرمي الله يسل بركة المكنوسة
اني اهله كله عذبني داخل همو او برك داخل النار او برك همو يوه الواسل لي بركه اشيدي بالهين عذبني الهين طيرك هيمي صوانا منها. ابو جده نعم وين الرابع بين لهم قول لك تجيب لي ها سيبي انت وا عفوا بيت ده انا ما كمان الدنهود كما جبت ده يا هنا بتي ما تد تجيب شيء امرك انا مساكين ده كمان دور سميت وا يا هنا بس لحمزه ما تد تجيب نعم أبي جيتي يا أبي اه كيف بدي أنا وياك سنين كم ما شفتيني بلا معلش يا أبي لا تجي صعب تكمل مشاعر صعب تكمل مشاعر لا يا أبي أنا سنين كم ما شفتيني كمويا معلش يا أبي صعب أخلص إن شاء الله معلش يا أبي صعب أخلص معلش انا ماني خارم للسوق العالم ما بخرم للسوق الحمد لله الله جابك لي عافيه اعطيني شكاي جديد الله جابك لي عافيه بركه بيديك يا عافيه السلام عليكم
أبو أمير ساميني فا جت أسوي لك ده ساميني بس ما نعرف ولا نقوم ولا ما نقوم يا مديلك إنن جمتي دبستيني من ظهري ده أنت الله كربك ده أنت إيدكين كسرت أو إنن أكلك ركبتي أنا بس ركبت ليكي شلوغو مواهدي بس مشيت خلصت أبيها وجيت بيها غريبية أبي بس جيت قرصي جيت بيها كلها نجحتي مني دقوت الله ما كربك دقوت هذه تقولي بس أميكي أبو أنا مسامي ليك دنيا وآخرة عشان الله سبحانه وتعالى كله قال لنا في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنا مسامي ليك الدنيا وآخرة أنينا كل الله يعافانا كل خطانا سوينا الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية بيتي أنا؟ عشان أنا اللي أشتريت له قوة. إنها لله وإنها إليه راجعون. بيتي أنا؟ أيوة يا عبد. إنها لله وإنها إليه. إنها لله وإنها إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبكي يا عبد. لا تبكي لا تبكي يا عبد. معلش معلش يا عبد. خلينا نتفضل يا عبد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تبكي يا عبد. معلش يا عبد.